لا تغيب بعض الحلويات والأطباق والمشروبات عن الموائد الليبية طيلة أيام شهر رمضان، حيث تزدحم محلات الحلويات بالمواطنين لشراء مختلف الأنواع من الكنافة وحلوة الجبن والقطائف والعوامة وغيرها من مختلف الأنواع. مشاهد من مدينة طبرق تسرد طرق صنعها من البداية. عند مدخل المحلات يصطف الزبائن منتظرين دورهم لشراء الكنافة الجاهزة أو العجينة التي يتم تجهيزها بالمنزل كل على طريقتهوالله المحل لا تعمل معه من محل نظيف ومحل متوفر كل حاجة وبدون زحمة والحمد لله. شنو أكثر حاجة تأخذ فيها في رمضان؟ كنافة يوم الأمس كل رمضان وهذه كل سنة، هذه عادة عندنا أنا هي ديما ناخذ منها قطايف وناخذ منها كنافة وناخذ منها وكل شيء طيب. هذا النوع من الحلويات ليس خاصا برمضان فقط، بل تقتنيها الأسر في مناسبات أخرى وبكميات مختلفة، وكذلك هو نشاط هذه المحلات المتخصصة فيها والتي تعود أصولها إلى أهل الشام، حيث لا تقتصر على شهر رمضان فقط بل يشمل النشاط أيام السنة كلها. لكن بالنسبة لنا قريب سنتين ثلاثة ومشهورة الكنافة هذه بالجودة في طبرق، لما تقول كنافة تحت الهنيد معناها نمبر ون. كل سنة وطيبين. أجواء حضرتها نفحات الشهر الكريم في معظم أنحاء المدينة وشوارعها بشراء اللوازم الضرورية من الأسواق التي تفوح بمزيج مدهش.